التلفزيون العربي من فضلك. قوم وحياتك. التلفزيون التلفزيون بقدم لنا حاجة عظيمة كل صباح ويوم وذنوب يسلي تمام زي السيما. التلفزيون يجمع حوالي شمل القدرة ببرامج مترة وتجميلة وبينقل على شاشته السمرة رغم الأطفال ومع العيلة والتمثيلية والغنوة والفن الشعبية الحلوة كل ثقافة وعلم وفنون بيسلي تمام زي السيما. التلفزيون علم سياسة توجيه أخبار أفلام عربية وغربية بتلات قنوات يغيرلك شغال عشان التفرية ينقلك من المسرح رواية ويجيبلك من العالم حكاية كل ثقافة وعلم وفنون بيسلي تمام زي السيما. بنعرف تعلمها ولغة حية نتعلمها كل ثقافة وعلم وفنون بيسلي تمام زي السيما. التلفزيون مش من هنا مكتب الأستاذ كمال عزمي المخرج؟ أيوة ده تريان وسلوى بدر. أيوة موجودين. تعالي يا بنت انت وهي يا بنت تعالي يختلفوا ايه كده؟ عندك انت عندك وانا اشمك النونو خدي اختي عقبال عوضك. يلا يا بنات ولا لا انا عايزه اقابل الغيرات من فضلك. انا بقالي ساعتين من فضلك يا مدمازيل. ربنا يخليك. من فضلكم من فضلكم كلكم هتقابلوا الاستاذ بس بالدور بالترتيب. من فضلك يا مدمازيل انا عايزه اقابل الاستاذ كمال. لما يجي دورك اتفضلي استريحي. ايه اللي في دي؟ ايه؟ لا ما اقصدش ده انا بقصد الولد العفريت ده. فريال وسلوى بقى ده ادخله. خلي الواد معاكي والنبي خلي بالك منه ده هادي خالص ده زي القطه المغمضه. زي القطه المغمضه ها. فاهمينك عارفينك فاهمينك عارفينك مشغول بالحلوين عجنينك خبزينك عجنينك خبزينك وحتلعب على مين. فاهمينك عارفينك فاهمينك عارفينك مشغول بالحلوين عجنينك خبزينك عجنينك خبزينك وحتلعب على مين. فاهمينك عارفينك عجنينك خبزينك وحتلعب على مين على مين على مين. فاهمينك فاهمينك. حاجة تجنن حاجة عظيمة خالص وهنبعت لكم بعدين. لسه الحتة فيك يا أستاذ كمال. ده لا كفاية كويس كده. لو النبي لا ممكن. يلا يا بنت انت وهي عفاق السيكة.
كفايه كده خليهم يكملوا. ابوك يدخليني الاستاذ دلوقتي. بالدور. اصل انا جايه من اسكندريه ولازم اسافر تاني النهارده. بالدور. ايه هو اللي بالدور؟ بالدور هي عياده الدكتور. هو شباك سلمى فيها ايه يعني لو دخلتيني دلوقتي؟ ما قلنا بالدور ثم ان المسابقه معموله للبنات. الولد اللي معاكي ده ما ينفعش. ولد الولد ده انا ماليش دعوه بيه خالص. انا اللي جايه عشان خاطر المسابقه. عشان المسابقه؟ مع الاسف ما تنفعيش. لكن ده انا صوتي كويس قوي بعرف اغني. ما تنفعيش. ده انا كمان عندي مواهب كتير جدا. برضه ما تنفعيش. هو كل حاجه ما تنفعيش ما تنفعيش. هو انت المخرج؟ طب خليني اقابله بس. مش مسموح لحضرتك تقابليه. مش مسموح ليه؟ انتوا مش طالبين مواهب جديده؟ الاعلان ده مش بيقول كده؟ انت عمرك كام سنه؟ 21 سنه وثلاث اشهر ويومين. تسمحي تاري؟ يلا ان تلفزيون العربي عن مسابقه اخر سطر في الاعلان من فضلك. على الا يزيد عمر المتسابقه عن 14 سنه. اظن مفهوم. البنت المطلوبه ما يزيدش سنها عن 14 سنه. طب انا عمري 14 سنه. انت عمرك 21 سنه وثلاث اشهر ويومين. يعني بنت ونص وثلاث اشهر ويومين. لا ده بالعربي، انما بالافرنجي ما يطلعوش 14 سنه، حتى يمكن يطلعوا 13 سنه كمان. احنا يهمنا العربي والمسابقه عاملها التلفزيون العربي. يعني مفيش اي طريقه عشان 14 سنه. انا كنت بقول يعني 14 ايه ده؟ 14 سنه. المسابقه دي معموله البنات ما يزيدش سنهم عن 14 سنه. ايوه استاذ. ودول باين عليهم اكبر من 14. باين يا استاذ. وعليهم ام تستاهل 15 سنه مع الشغل. تقلبها والمية تغنيها وصغير يعرفها وكبير يعلم بيها. الغنوة تقلبها والمية تغنيها وصغير يعرفها وكبير يعلم بيها. احسن لك غيرها وفرها. احسن لك غيرها ودموعك وفرها. روح يا ابني العب غيرها. روح يا ابني العب غيرها. فاهمينك عارفينك عاجبينك خسينك. وهتلعب على مين على مين على مين؟ فاهمينك فاهمينا. مستحيل هتلاقي بنت فيها كل الصفات اللي بتدور عليها. مفيش حاجه اسمها مستحيل. نجاة الصغيرة اشتهرت عمرها 10 سنين. شيرلي تيمبل رقصت واشتهرت عمرها 7 سنين. ايوه بس دي صدف معجزات. اللي خلق المعجزات دي ممكن يخلق معجزات تانية. الرايحة وفي الجاية بتشوفك عالناصية بتشاور على دية وعلى دية تقول قاسية. بالرايحة وفي الجاية بتشوفك عالناصية بتشاور على دية وعلى دية تقول قاسية. وبتحلف بحياتك الحب في نظراتك وبتحلف بحياتك الحب في نظراتك. ما تبدل حركاتك ما تبدل حركاتك. فاهمينك عارفينك عاجبينك كاتينك. وهتلعب على مين على مين على مين؟ فاهمينك فاهمينا. طب ايه رأيك ان المعجزة اللي انت بتدور عليها موجودة تحت ايدي هنا؟ انت عندك البنت اللي بدور عليها؟ ايوه. الله الحقيني هي فين؟ هجيبها لك. برافو برافو برافو. حاجة هايلة حاجة تجنن. حاجة عظيمة خالص حاجة تجنن. روح انا بعتلك بعدين. يلا يا ماما. ماما زمانها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والثوب بتقول وات وات وات.
عارف الوادل اللي اسمه عادل كالدكتور وعمل له ايه؟ لقى ريح. برافو برافو، حاجة جميلة، حاجة تجنن. فوتي علينا بكرة. أنا عارفة ومتأكدة إنك مش عاوزني أمثل بالدور ده. نادية أرجوكي عقلي، الدور ده منقسم إلى قسمين، الدور الأولاني بنت عمرها 12 سنة أو 14، الدور الثاني شابة عروسة حلوة جميلة، أنا مستعدة تمثلي الدور الثاني، إنما أنتِ عمرك 12 سنة. أنا فنانة يا أستاذ، ممكن أمثل أي دور. الطفولة، الشباب، الشيخوخة. ده نادية يا أستاذ. فعلاً دي نادية يا أستاذ. اسكت أنت. نادية، ما تقدريش تقنعي الجمهور. أقدر جداً. بالملابس، بالمكياج، بالحيل. على المسرح ممكن، إنما قدام الكاميرا، أخدت الأنوثة دي كلها منين؟ بطلي شوية تفكري في نفسك. انت مش يهمك انه خطيبك ينجح، دي الفرصه عشان تساعديني فيها. هو ده اللي انا بقول عليه، ما انا عشان عايزه اساعدك عايزه انا اللي اعمل الدور. اذا كنت عايزه تساعديني تنسي الدور ده خالص. فعلا كده. طيب متشكره قوي. اللي بعدها. فعلا. صافينا راشد. على فين ان شاء الله؟ 14 سنة. 14 سنة؟ فين الشارع ده؟ مصر الجديدة. ليهم ستة وأربعة. عزيزة سكت العيال دول يا أخويا. ما تسيب الطبيخ للستات وتروح أنت تشخط فيهم. نعم، هما كانوا سابلنا هو عشان أسيب لهم الطبيخ. لابد من الانتصار عليهم في عقر مطبخ. هتلحلحي شوية يا عزيزة عشان أعرف أعمل المسقعة. أنا رجلي ورمة وتعبانة وهلكانة. لوريك يا ولاد الامس. يا نهار زي بعضه. سميحة، انا اسف اسف جدا. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا ستي سميحة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اهلا وسهلا. جيتي امتى؟ لسه جاية. العيال العفاريت جننوا سي صلاح، طول النهار يضربوا الجرس ويجروا. اتفضلي يا حبيبتي على اوضتك، غير هدومك لتاخدي بقى. حاضر. اتفضل انت، روح للطبيخ بتاعك. انت لسه غاوي طبيخ؟ مش هتبطل بقى؟ ابطل دلوقتي؟ حدوقي وتاكلي من ايديا حته دندقيه مسقعه. يا بنتي ما تتلموا بقى وتخلصينا من الطبيخ سي صلاح ده. لسه بدري يا دالة، مش لما ناخد على بعض في الاول. بقى مخطوبين بقالكوا سنتين ولسه ما خدتوش على بعض. الوصفة باظت. وبعدين هعمل مسقعة ازاي؟ انا فاكرها كويس. مذاكرها. رق بدنجان ورق لحمة مفرومة ورق سنيبر. رق بدنجان بدنجان ورق لحمة مفرومة ورق سنيبر. وكريمة تسافر من هنا. جوز اختك اخد اجازته وقال لي سافر بالمره ينهوا موضوع جوازك من سي صلاح. وجوز اختي ماله بقى بموضوع جوازي؟ هو جوز اختي الغريب مش برضه اخو صلاح الكبير وهو الكل في الكل؟ يا سلام، هو انا ماليش راي؟ هي الحكايه لسه فيها راي. بس صلاح مفيش حاجه تعيب. اخو جوز اختك ورئيس قلم في البنك، وزي ما انت شايفه من ايدك دي لايدك دي. لا وايه، طباخ بريمو اهو يقشر لك الفاصوليا ويقمع لك الباميه يفلفل لك الرز ويساعدك بعينه وعفيته. المسقعه استوت، حضري بقك يا سميحه. والله العظيم انا خايف لا يجرى لعقلك حاجه من المسقعه، حتى
هتتجنني، هيحصل لك ذهول. كل لقمة هتنزل معدتك هتسمعي تسقيف حاد من مصاريك. السلطة يا عزيزي. حاضر. عندك ما تاكليش. ليه بقى؟ قبل ما تاكلي المسقعة لازم تلبسي جوانتي. عشان ايه؟ لأني متأكد إنك هتاكلي صوابعك ورا. يا خبر للدرجة دي؟ طبعا طبعا، طبيخ أبو صلاح الخطير. ظهرت أعراض المسقعة المدهشة، بريق في العينين والتواء في الشفتين. يا سلام، أما أنت عليك أكل لذيذ بشكل. يسلق الخرشوف سلقا جيدا. قولي لي يا سميح، ايه كان شعورك لما عرفت ان اخويا واختي قرروا اننا نتجوز الشهر اللي جاي؟ ولا حاجه. قولي قولي ما تكسفيش. انا لا شفت اخوك ولا شفت اختي. امال جايه مصر ليه؟ لازم وحشتك. لا انا جايه مصر عشان اقدم في مسابقه التلفزيون. مسابقه؟ هو التلفزيون هيعمل مسابقه ايه؟ مسابقه سباحه؟ مسابقه اختيار الاصوات الجديده. اسمعي يا سميحه، لازم اقول لك على الحقيقه المؤلمه ولازم تواجهيها بكل شجاعه. اتفضل قول. صوتك وحش. كده بقى ده رايك في صوتي؟ ايوه. انت انسان معدوم الحاسه الفنيه. كل واحد حر في رايه. انا مصمم ان صوتك دلع زي الطبخه اللي ما فيهاش لا بصله ولا سمنه ولا ملح حتى. انت عقلك في بطنك. برضه صوتك نشاز. طب ايه رايك بقى ان انا النهارده طلعت الاولى في المسابقه؟ كده. ومن بكره جميع المجلات والجرايد هنشروا صوري. ما صدقش. وهقبض 60 جنيه. ليه؟ هيعينوكم ديرة عامة؟ دي اجرتي عن نص ساعة بس. يعني الدقيقة ب 2 جنيه والثانية ب 3 ساعة ونص؟ تبقى أحسن من المدير بتاعي بتاع البنك؟ طبعًا، هو المدير بتاعك يعرف يغني زيي؟ الجامعات كل سنة بتخرج مليون واحد بتاع حسابات زيك، لكن تقدر تخرج فنانة واحدة زيي؟ ها؟ يعني عاوزة تشتغلي علمة؟ أنا أمنعك. تمنعني بأي صفة؟ بصفتك الرسمية، بصفتي خطيبك. انا امنعك تقول انك خطيبي. ازاي؟ خلاص خطوبتنا انتهت. انا امنعك بالقوه. على الا يزيد عمر المتسابقه عن 14 سنه. الشمال لليمين برضو؟ اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. عمرك كام سنة؟ 12 سنة. اسمك ايه يا شاطر؟ سميحة عبد السلام. الاسم ده مش موجود عندي في الكشف، تعالي بكرة. يعني مش هقدر اقابل الأستاذ؟ لا تعالي بكرة. مش هقدر اغني النهاردة؟ قلنا تعالي بكرة. بلاش عيا. هتخشي للاستاذ. اسكتي بقى. وحيرني. ايوه ايوه بس تعالي يا عزيزي.
عندك مصاصه يا قبله؟ لا متشكر. وانا هقابل الاستاذ امتى يا قبله؟ دورك في اخر الكشف. ربنا يخليهولك يا قبله. وبعدين معاكي بقى يا حبيبي مهما قسيت الهويل خسارة في دنيا دمى أنا بالأمل نورت الليل لما انطفى شمعي احنا النهارده شفنا كام واحده؟ 23 يا فندم. فاضل حاجه؟ فاضل واحده بس. شوف انت بقى، انا تعبت الظاهر مفيش فايده. برافو برافو، حاجه هايله، حاجه عظيمه. هنبعت لك بعدين. مع السلامه. يلا اللي في بدلي اخر نمره. تعيد يا استاذ. هتعرفي تغني ولا هتضيعي وقتنا؟ دلوقتي حضرتك هتسمع يا استاذ. اتفضلي صدعي الاستاذ. الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا، وقلت لك 100 مره، انا قلت لك 100 مره، انا لسه انا لسه أنا لسه صغيرة، أنا لسه صغيرة. أما أنت عليك يا قلبي شوية أسئلة، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. أما أنت عليك يا قلبي شوية أسئلة، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. هبل وعنتر عملهم ايه علشان يقسى الحب عليهم؟ وحبيب ليلى اتجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيهم؟ هبل وعنتر عملهم ايه علشان يقسى الحب عليهم؟ وحبيب ليلى اتجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيهم؟ تكونش بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا، وقلت لك 100 مرة، انا قلت لك 100 مرة، انا لسه انا لسه انا لسه صغيرة، انا لسه. أستاذ يا أستاذ، لسه فاضل كوبليه. استمر استمر، جاي حالا جاي حالا. خلاص يا نادية، أنا قررت إنك أنت هتعملي دورين، دور الطفلة ودور الشابة. يعني يا كوكو لو كنت سمعت كلامي من الأول مش كنت ريحت نفسك؟ على كل حال أنا جاية لك حالا عشان أصالحك، وأدي العربون مقدما. يا أستاذ يا أستاذ، لقيتها لك المعجزة، البنت اللي بتدور عليها. هي فين؟ في الاستوديو.
الحب هتفهمه من غير كلام، عيني هتشوفها بترسمه. بكرة يا قلبي تكبر والحب هتفهمه من غير كلام، عيني هتشوفها بترسمه. وهتبتدي الحكاية كلمة صغننة، حكاية جديدة خالص من تأليفي أنا. وهتبتدي الحكاية من كلمة صغننة، حكاية جديدة خالص من تأليفي أنا. اكتبها الشوق في ليلة ونقراها في 100 سنة. لكن اللي بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا. وقلت لك 100 مرة، انا قلت لك 100 مرة، انا لسه انا لسه انا لسه صغيرة، انا لسه صغيرة. برافو يا كتكوتة، هي دي. كنت فين من زمان يا حلوة؟ يا حلوة يا أمورة. انت ساكت ازاي يا أستاذ؟ ادعمه وموته، ده ما عندوش أدب. ما حضرته يبقى سامحيني يا أمورة، أنا آسف. طيب إيه رأيك في صوتي يا أستاذ؟ عجبك؟ عجبني جدا. قولي لي اتعلمتي الغنى فين؟ شيء بارد يا حضرة، أنا مش بسألك أنت، أنا بسأل الأستاذ. رد يا أستاذ، إيه رأيك في صوتها؟ رد يا أستاذ. عال جدا. يعني نجحت بتفوق وخلاص الناس هتشوفني في التلفزيون؟ والله بقى دي حاجه في ايد الاستاذ كمال. ما حضرتك الاستاذ كمال؟ لا يا بنتي، انا مش الاستاذ كمال، ده انا المساعد. امال فين الاستاذ كمال؟ اللي ايدك طرقعت على خده. طلعنا اجيب لك شوكولاته؟ لا. اجيب لك جيلاتي؟ طيب شريف ايوه هات واحد جيلاتي من فضلك. حاضر. شريف مدير الدعايه. حاضر. شريف المصورين. حاضر. شريف هاتهم كلهم في المكتب عندي. حاضر يا برو. عروسة دي عروسة. اضحكي يا ننود. شد. اسمك ايه يا بسبوسة؟ اسمها سميحة عبد السلام. لا ما ينفعش نسميها سميحة عزمي، اسم موسيقي جذاب. ايه رأيك؟ كويس كويس أوي. الصورة تنزل الجمعة الجاية في مجلة الإذاعة غلافة بالألوان وحياتك، ومنشدت مثير تحت الصورة. معجزة الغناء في 10 من عمرها. غلط غلط، أنا عمري 12 سنة وثلاث أشهر ويومين ونص. جايزة تعهد يا سناء. حاضر يا أستاذ. بس استشتكت من أنا اللي اكتشفتها. وأنا اللي سمعتها. ها ما تنفعش الجواب يا أستاذ، يبقى افتكرني بكلمتين. وأنت عملت إيه كمان؟ عملت إيه؟ فتحت لها باب الاستوديو وباب المجد. اهلا ناديه. هنيني يا ناديه، باركي لي يا ناديه. على ايه؟ جات لك حلاوه؟ القدر بعت لي اللي كنت بدور عليها، الكتكوته دي صوتها يجنن، استعدادها مدهش. يلا غني يا سميحه، سمعي يا ابله ناديه. مفيش لزوم، عن اذنك. الله ناديه استني. ناديه مين الست دي يا ابي؟ دي اللي هتمثلي دورها وهي صغيره. ياه، لكن ده انا ما عايش عليها وهي قد يا ابي. ما تخافيش احنا نعلمك. التعهد يا استاذ كمال. مين ولي امرك يا سميح؟ كريمة اختي. ولي تتفضل عشان تمضي. بس ابي اصل اختي كريمة مش هنا في البيت. في البيت؟ ايوه. يعني انت جيت هنا لوحدك؟ ايوه. وازاي اختك تسمح لك تيجي لوحدك؟ اصلي انا هربت من البيت وجيت من غير ما هي تعرف. طب قولي لي يا سميحة عنوانك ايه بالظبط؟ 5 شارع ابو الوفا في مصر الجديدة. طب
طب لو سمحت بقى بلغي اخت كريمه لان انا هكون عندكم النهارده الساعه 7 بعد الظهر. ليه؟ علشان تمن التعهد. بلاش النبي يا ابي، بلاش. يعني ايه بلاش؟ مش عايزه تغني؟ اه طبعا، بس ايه؟ بلاش يعني قبل كريمه تيجي تمن التعهد. امضي انا، ما انا بعرف اقرا واكتب. يا حبيبتي انت قاصر، لازم ولي امرك هو اللي يمضي. ما هو اصلي يمكن قبل كريمه ما توافقش. ما تخافيش يا روحي، خلي الحكايه دي عليا انا. شريف. ايوه بروف. وصل سميحه البيت. اوكي. ميرسي قوي يا مع السلامه. ربات. لا استاذ ولا سيد ولا يا فندي ولا جوه نفسك؟ ايوه، مش كل انسان في الدنيا له رغبات مكبوته جوه اعماقه، مش كده برضو؟ انا شخصيا ما عنديش اعماق، ولو كان عندي اعماق ما اخبيش فيها رغبه مكبوته، اخبي فيها رغبه مطبوخه، رغبه مشويه، رغبه محمره. الكلام اللي بقوله لك ده مبني على حقائق علميه. ورغبتك المكبوته دي رغبه عيالي بالشكل ده؟ هي فعلا عيالي، ما انت عارف بصراحه ان انا كنت محرومه من طفولتي. يعني عندك عقدة؟ بالظبط كده. عقدة ايه بقى يا نون؟ عقدة العودة إلى الطفولة. وإيه اللي خلى العقدة المهببة دي تطلع على غفلة كده؟ العيال الأشقية ولاد الجيران شفتهم هما بيلعبوا وبيتنططوا قاموا حركوا في عقدة العودة إلى الطفولة. تقومي تعملي في روحك كده؟ غصب عني يا صلاح، كان لازم البس لبس العيال الجميل ده عشان ولاد الجيران لما يشوفوني يقوموا يفتكروا ان انا صغيره ويرضوا يخلوني العب معاهم. وكمان تلعبي معاهم؟ هذا اللي كان ناقص. ما هو لازم اعمل كده يا صلاح عشان تتحل عقدتي. بس بلا عقدتك بلا بوقتك. انا مستحيل اصدق الكلام الفارغ ده. ده كلام علمي. بلاش كلام علمي، اديني كلام ادبي. الادب فضلوه على العلم. انت شخصيا عندك عقدة؟ انا عندي عقدة؟ ايوه. عقدة ايه بقى يا ست سميحة؟ عقدة الطبيخ. هو الطبيخ له عقدة؟ طبعا. ومع ذلك ايه اللي يعقدني من الطبيخ؟ انا طول عمري مشطب على حل البيت حلة حلة. اقعد. حاضر يا انسة فرويد. تحبي ايه؟ انام وبحلق في السقف؟ نعم. انت مش طول عمرك نازل شرف كتب الطبيخ؟
ليه؟ عشان العقدة اللي عندك، عقدتك اللي تعبت معدتنا وكرهتنا في الأكل كله. طيب ربنا ياخد بيدك ويشفيك. متحاولش تهرب من الحقيقة، العقدة الزفرة اللي عندك دي أنا هعرف أسبابها وهعالجك منها. مسكينة يا سميحة، ده انت لسه صغيرة على الجنان. انت فاكرني مجنونة؟ لا العفو، ده انا اللي مجنون وستين مجنون. انت مش مجنون، انت عيان. طيب نخليها مجنون. يبقى لازم تنفذ العلاج كلمة كلمة. حاضر، اعمل ايه يا دكتورة؟ تروح سينما مترو وتاخد تذكرتين. قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ احنا هنهزر؟ تدخل السينما وتسيب تذكرتي على الباب. طيب مش احسن لو ندخل مع بعض؟ تبقى مش عايز تخف، مش عايز عقدة الطبيخ تطلع منك. لا لا لا، وعلى ايه؟ حاضر. ودي مالها دي كمان؟ عندي رغبة اني اكسرها حتت. بابا 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 شكلي يا رضا عزيزة. يا خبر، ليه كف الله الشر؟ علشان كذبت على الأستاذ كمال لغاية ما صدق إن أنا عيلة صغيرة. أهو كمال جه. يروح يا حبيبتي، ربنا يستر. اتفضل يا أستاذ كمال. عاوز البنت اللي معاها العروسه. مش موجوده النهارده. انت وبعدين معاك بقى؟ عاوزك تقولي لها كلمه. اقولها ايه؟ قولي لها ان انا عندي طولات رقص. حاضر يا استاذ صرصار. واذا كنت ما تعرفش ترقص انا علمت. مين انا يا فندم؟ لا طبعا الجاكيت. انا اسفه كمان مره. الانسه كريمه اخت سميحه مش كده؟ ايوه يا فندم. بالظبط. انا برايي انك تقلع الجاكيت احسن تاخد برد. لا بسيطه، مفيش حاجه بس. لا ما هي الحاجه البسيطه دي ممكن تقلب بنزله شعبيه كبيسه. يا عزيزه. يا فندم اتفضل حضرتك في الصالون تتنضف دي وتتكوي. حاضر. هي سميحه بتعرف تضرب بيانو؟ لا انا اللي كنت بتمرن على عينوتي الجديده. انت بتعرفي تغني؟ امال انا متخرجه من معهد الموسيقى. ما شاء الله، يبقى البيت فيه اتنين فنانين بيعرفوا يغنوا. ميرسي قوي يا فندم. في الحقيقه انا فوق كده وكده خدت جوايز. قولي راحتك فين يا سميحه؟ خدت جوايز كتير جدا من حفلات المدينه اللي كنت بغني فيها، وكمان اذاعه اسكندريه كنت بغني فيها. عظيم جدا، بس فين سميحه؟ انا رحت كتير في التلفزيون عشان اقابل حضرتك لكن ما امكنش ابدا. واديني يا ستي جيت لغايه عندك برجليا وقابلتيني. اسمعي تقولي لي فين سميحة؟ جاية. عندي فكرة جديدة، كانت هي موضوع رسالتي في دبلوم المعهد، وعشان كده كنت عاوزة أشوفك علشان أقول لك عليها. فكرة جديدة خالص، فكرة هتعمل ضجة، هتعمل ثورة في عالم الفن والغناء. اسمعي تقولي لي فين سميحة؟ سميحة مش هنا، خرجت، لسه ما رجعتش من السينما. راحت السينما؟ ومع مين؟ راحت السينما مع نفسها. ويصح تسيب بنت صغيره تروح السينما لوحدها وبالليل كمان؟ هيكرهها ايه يعني؟ هيكرهها العفاريت. طيب سمحت تنبيه على الاوراق دي، بس ابسط وريت امرها. يا استاذ كمال. افهم. انت مش قلت من شويه ان عيلتنا فيها اتنين صوتهم كويس؟ فعلا قلت كده. طب ما تاخدني انا بدل سميحه.
انا اسف جدا ما اقدرش. انزلي هنا من فضلك. انا متاسفه جدا كمان ما اقدرش. حرام عليكي تحرميها من الفرصه العظيمه دي. متاسفه جدا يا استاذ. سميحه لسه طفله وانا اللي مسؤول عنها. لو شجعتها لانها تمشي في الطريق ده هتهمل دراسه وهيضيع مستقبلها. لا 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 يا نسا، وان غيرانه منها وبتحسديها وعايزه تخطفي منها المجد والشهره. انت مش قلت انك عايز واحده صوتها كويس وخلاص؟ فعلا قلت كده، بس مش ممكن افكر الواحده دي تبقى انت. اقدر اعرف ايه السبب؟ لانه سميحه بنت مؤدبه ولطيفه، مش انانيه ومستبده زيك. ارجوك يا استاذ، انا ما اسمحش لحد ابدا انه ينتقد اخلاقي. دي حاله نفسيه عابره يا سيد صلاح، وان شاء الله هتخف بسرعه. الله يطمنك يا دكتور. استاذ طبيخ وصل يا ستي. صلاح؟ ايوه. اهو دلوقتي ابتدينا نفهم بعض كويس. بكره تندم يا استاذ كمال. معلش، هي مغامره وانا وحظي. بكره تخلي سميحه تجي المكتب بعد الظهر من فضلك. سوسو. ايه طيب ثانيه واحده عن اذنك يا استاذ كمال. سوسو، انا جايب لك معايا حته دين هديه الاستاذ محسن، عالم كبير في الموسيقى. اهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. مساء الخير يا انسه. مساء النور. هو حضرتك متخصص في اي لون من الموسيقى؟ بتعزف مثلا بيانو، عود، قانون؟ لا 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 يا انسه، انا ما اعرفش اعزف على اي آلة ابدا. يبقى لازم حضرتك تعرف تغني. برضه لا. امال حضرته دارس ايه في الموسيقى؟ حضرته سميع، عليه ودن تسمع دبة النملة فوق الجبل. ايه رايك بقى في المفاجأة دي؟ هنقضي الليلة سهرة عائلية موسيقية أحسن من السينما ودوشة الدماغ. فعلا، وكمان للصدف العجيبة إن الأستاذ كمال عزمي المخرج التلفزيوني هيقضي معانا السهرة دي. اتفضل يا أستاذ كمال. المخرج ده لازم يخرج من البيت. يتفضل يخرج من غير مطرود أحسن ما يخرج من غير أستان. مفيش داعي للكلام ده. الأستاذ كمال قال بصراحة إن صوتي ما ينفعش، وعلى كده مرضيش ياخدني في البرنامج بتاعه. كده؟ أنا تشرفت جدا بمعرفتك يا أستاذ كمال. أنا كمان يا فندم. ممكن أتشرف باسم كريم؟ الأستاذ صلاح عبد الصمد، رئيس قسم الحسابات. خطيب الآنسة. مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. استأذن بقى. الله، ما بدري، مش هما نقضي مع بعض ليلة سعيدة؟ معلش، مرة تانية. اسمح لي أودعك. أوصلك. لي خدمة مش هنساها لك أبدا. قدرت بلبقتك تفهم خطيبتي إن صوتها وحش ولا تعرفش تغني. يا فندم أنا ما قلتش كده بالظبط. طبعا طبعا أنا فاهم. أنت قدمت لها سم الحقيقة جوه صينية كنافة محشية باللوز والقشطة، وأنا على طول أدركت وفهمت إن ده هيساعدنا كتير في علاجها. علاجها؟ هي الأنسة خطيبتك عيانة؟ مش عيانة بالمعنى المفهوم، لكن تصرفاتها غريبة خالص، وحكاية المغنى دي عاملة لها عقدة. عشان كده جبت معايا الدكتور محسن أستاذ علم النفس، وهو موجود جوه دلوقتي بيكشف عليها. دكتور؟ بالشفا إن شاء الله. يلا بقى يا سوسو، الأستاذ محسن جاهز ومحضر ودانه للسمع. اتفضل يا أستاذ. اتفضل. حاضر. Della del Marina Virgine La 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 خطيرة جدا، شاذة جدا، لازم تراقبوها جدا، والا والا يا دكتور، والا والا وهعلمك الرقص. تيجي؟ بعدين بعدين. هستناكي. ها.
طيب. لا 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 انا هكتبها بحاجة حاجة. من فضلك في قلم الاطفال؟ مفيش عندنا حاجة اسمها قلم الاطفال. ازاي مفيش؟ كل مؤسسة مكونة من عدة اقلام. عندنا في البنك مثلا في قلم الحسابات، قلم الاوراق الماليه، قلم الايداع، قلم التوفير. عندكم في التلفزيون في قلم المغنى، قلم التمثيل، قلم الاخبار، قلم الاطفال وهلم جرى. متاسف يا استاذ، مع السلامه. حاجه غريبه، مال الاطفال دول كلهم بيجوا يروحوا فين؟ حضرتك عاوز جنه الاطفال. جنه الاطفال روضه الاطفال هي فين بس؟ في الدور الثالث. سيادتك عاوز مين؟ سميحة. سميحة؟ ماما سميحة؟ لا 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 لا، دي طفلة صغيرة جاي هنا عشان تغني في قلم الأطفال. وحضرتك والدة؟ لا خطيبها. دكتور يا أستاذ. أستاذ كمال مشغول جدا النهارده، ما يقدرش يقابل حد. أيوة أستاذ كمال. لا سميحة لسه ما جاتش، هضرب لها تليفون حالا في بيت أختها. أستاذ كمال ما يقابلش حد النهارده. سميحة انت هنا واحنا عمالين ندور عليكي. تعالي تعالي استاذ كمال سأل عليكي 50 مرة. اتأخرتي ليه يا بور؟ المواصلات زحمة يا استاذ، درجة أولى زحمة ودرجة تانية زحمة وعالسلم زحمة. انت غاوية شعبطة، من دلوقتي وطالع عربيتي تحت أمرك. ميرسي قوي يا استاذ. هو انت المعجزة يا عمومة؟ مين حضرتك؟ ده الأستاذ ثروت اللي عامل الألحان بتوع السهرات. تشرفنا يا استاذ. استعدي بقى يا كتكوتة عشان اسمعك ونبتدي البروفات. طب اتفضل انت يا استاذ، خلينا ناخد البروفات، هي هتحصلك حالا. حاضر حاضر. قولي لي بقى يا مورا، عجبك الفيلم امبارح؟ فيلم ايه؟ ده كان فيلم وحش قوي قوي. طب وعملت ايه في العروسه؟ لازم نايمتيها جنبك في السرير. ده انا رميتها في الزباله، كسرتها 60 حلقة. فداك يا حبيبتي، انا جبت لك واحدة جديدة. شوفي بصي. شوفها حلوة ازاي؟ يا أستاذ. نعم. أنت شفت أختي كريمة امبارح؟ أيوة شفتها، بس نسيت أقول لك. وإيه رأيك فيها؟ مش بطالة، هي أجمل حاجة فيها إنها أختك. طب وهي إيه رأيها فيا؟ هي بتقول إنك ولا بلاش أحسن تزعل. ليه قولي؟ ما تخافيش. بتقول إنك مغرور. أنا اللي مغرور؟ دي هي للست المغرورين بتحسب ان صوتها حلو وصوتها مسرسع زي المعزه. يا بروف يا بروف، الفيديو تيب جاهز معانا ولازم ننزل بسكتش حميد دلوقتي حالا. طيب خد سميحه وصلها اوضه البروفات. وحصلني. اوكي بروف. اتفضلي يا عمور. اوكي بروف. المجموعه بتوع سكتش حميد ادخلها الان. تسكت دلوقتي حالا. من فضلك من فضلك، الاستاذ كمال عزمي الاقيه فين؟ ممنوع الكلام. اسكت اسكت. تفضل. انتوا حشرتوني الحشره السودا دي ليه؟ انا جاي اسكت. مفيش كلمه مفيش نفس. اسكت اسكت. يا انت واقف هنا ليه؟ يلا لبسوه بسرعه وجهزوا له الشغل حالا. يلا يا جدع اختش انت. انت يا بنت عيني. انت يا شطره. يا مدموزيك انا جاي عشان اقابل. انا جاي اقابل الاستاذ. يا ست يا سميحه. سامعني يا فيديو تيب؟ معاك يا استاذ، هنسجل. ستاند باي كاميرا واحده على حميدو. مزيكا، خش بالمزيكا. كاميرا 3 تستعد على الحراميه. يلا يا جماعه كل واحد مكانه. يلا يلا يا استاذ. انتوا لبستوني كده ليه؟ ايه ده ايه ده يا استاذ زحمه؟ الحراميه ما لبسوش نظارات. اتفضل اعمل شنب. يلا. يا سميحه كاميرا 3
الحرامية بانوا كلهم في الصورة توتالة. منظر متوسط لحميد والحرام اللي قدامه. كاميرا واحد منظر كبير للحرامي. يا راجل هموت جرتك عتالي بقى يا اسطر. حد يرحمني من الراجل ده يا سبيحه. الله، ايه الديالوج ده غريب؟ ده الاستاذ صلاح خطيب كريمه، ايه اللي جابه هنا؟ ستوب، وقف التسجيل. اتفضل يا استاذ. نظارتك ايه سليمه بس؟ نظارتي يا بختها، ده انا مفيش حته واحده في جسمي سليم. ايه اللي جابك هنا يا استاذ صلاح؟ اسمتي، كنت جاي ادور على سميحه واشوف بتعمل ايه عندكم هنا. سميحه بتشتغل هنا؟ دي زمانها بتعمل بروفا. بروفا؟ ليه هي جايه تفصل عندكم تيير؟ لا يا راجل، عشان الاستعراض الكبير اللي هتغني فيه. دي طفله معجزه. سميحه طفله؟ ولها مستقبل هايل. ومين بقى اللي قال لها انها تشتغل هنا وتغني؟ اختها الكبيرة مضت امبارح على التعاقد بصفتها ولية امرها. هي ما قالتلكش ولا ايه؟ قالت لي طبعا، وانا جاي هنا مخصوص عشان اخدها معايا على البيت. شريف شوف، وصل الاستاذ عند سميح. كولونيا يا عالم، يا شادر اسعاف، كولونيا، حد يدير كولونيا. ملوش لزوم، دي مساله بتحصل لها تملي. اتفضلوا انتوا وانا هفوقها حالا. انا عارفها كويس. اتفضل سميح، بلاش امور التهويش بتاعتك دي، واصحي بقى. يعني مسخسخه صحيح؟ طيب والله العظيم. ابعد النبوس ده عني، اوعى تشكري ليه. اهو كده، ازاي الصحة دلوقتي؟ ازاي عقدة الطفولة؟ معلش يا صلاح، ما هو كان لازم اعمل كده. انا كمان معقد وعندي عقدة الطبيخ، مش كده؟ اعذرني يا صلاح، ما كانش في طريقة ادخل بيها التلفزيون غير اني اعمل عيلة صغيرة. يا كدابة يا نصابة يا سيدة علي بابا، انا هروح للعبقري العبيط اللي اكتشفك واقول له ان سميحة وكريمة اللي شفتها امبارح يبقوا قرش واحد، بس سميحة الصورة وكريمة الكتابة. لا كده برضه يا صلاح تهون عليك خطيبتك. خطيبتك تدخل السجن بدل ما تدخل معاك عش الزوجية السعيدة. انا مش هقول حاجة لكمال، بس على شرط. اشرط يا صلاحتي، اول ما تخلصي البرنامج اللي بتعمليه ده تغسلي عقلك من المغنى والكلام الفارغ الى الابد ونتجوز على طول. حاضر، بس ايه اللي يضمن لي انك مش هترجع في كلامك؟ ايه الضمان اللي انت عايزه؟ بوسه. اديني بوسه عشان اصدق كلامك. هو كلها يومين ثلاثه يا صلوح ونتجوز. انا قلبي مش مطمن، محدش معطل جوازنا غيرك. عايز صلوح بوسه. اديني بوسه. بوسه من النبي. لا مش معطل. بخش يا صلاح، بخش يا صلاح. يا صلاح يا صلاح. يا خبر اجازه التلج. ارمي الجري على بره. اوكي بروف، ما يخش هنا ثاني. اوكي بروف. اوكي. اشرب يا سميح. ما
ماليش نفسي يا ابي، انا بترعش. اصلك اتخضيتي من الحيوان صلاح لما هجم عليك السافل مجرم. قوم يا سميحة. نروح فين يا ابي؟ على البيت، اقول لاخت الكريم على كل حاجه. مش ممكن يا ابي، مش ممكن. ليه؟ خايفه يحصل سوء تفاهم بين اختك وخطيبها؟ لا بس يعني اختي كريمه في اسكندريه، سافرت النهارده. وهترجع امتى؟ مش عارفه يا ابي، ما قالتليش. يبقى مستحيل ترجع البيت وتقعدي مع الوحش ده لوحدك. انا مش لوحدي، معايا داد عزيزه في البيت. خلاص يبقى اقدر اطمن عليكي. يلا بينا اوصلك. يلا. ميرسي يا ابي. مع السلامه. قولي لابله كريمه تتصل بيها لما ترجع من اسكندريه. حاضر يا ابي. باي باي. يعني عاجبك كده؟ يعني لو مت كان يبقى كويس؟ انت اللي زيك مش لازم يعيش ابدا. يعني ايه اللي زيك؟ واحد مراهق زيك يبوس طفلة زيي في مكان عام؟ أنا خطيبك ومن حق أبوسك في أي زمان ومكان. يا سلام، أنت لازم تكرر عقلك حاجة. أنا لا يمكن أقعد معاك في البيت ده بعد كده أبدا. أنا بحبك كل فلوس. يا الحقني. لحظة واحدة من فضلك. مش ممكن اسيبك في بيت واحد مع الوحش ده، ده مجنون. تاني مرة النهاردة بيترزع عليك. يا مصيبتي، هو عمل حاجة تانية في ست سميحة؟ عمل عمليته السودة في التلفزيون النهاردة. ده هي تخيبك، اخص عليك. أنا عندي فكرة. تيجي تقعدي عندي في البيت لغاية ما أبلة كريمة ترجع. ما أقدرش، ما أقدرش أبدا. وأنا يا ستي ما أقدرش أسيبك في بيت واحد مع مجنون زي ده. ما هو داد عزيزة قاعدة معايا. طب وداد عزيزة هتعمل إيه؟ أقول لك دادا عزيزة تيجي معانا. تيجي يا دادا؟ والله يا بنتي ما أنا عارفة، أنا عقلي شاط. طب الطبيخ واستحملناه، إنما المسخرة وقلة الأدب كله لادي. هو إحنا وش ذلك؟ يلا دادا، أنت هادي هدومك وهادي هدوم سماحة. أنا جدي اللي هتفرح بيهم أوي. حاضر. لا يا جمال، لا، انا ما وافقش ابدا ان بنت غريبه تيجي تعيش عندنا. الناس تقول علينا ايه بعدين؟ ليه يا جدتي؟ انت بتحسبيها من مزير كبيره؟ دي بنوته صغيره. في عمرها كم سنه؟ 13. مسكينه، دي صغيره قوي. سميحه اطلعي تعالي. يا جدتي سميحة. أهلا يا حبيبتي، أنت هتكوني في جوه عينينا. ميرسي قوي يا ماما ستة. دي ثروة فنية معجزة، عندها مستقبل عظيم. يا ريتك يا كمال تعلمها الأغاني القديمة بتاع الزمان الحلوة اللي بتضرب القلب. من حفظها كلها يا ماما ستة. مش معقول حفظ أدوار سعادته؟ أمال حفظ على قد الشوق وظلموه وداي القناديل كمان. ودي ادوار سعادته؟ ايوه دي ادوار سعادته الحليم حافظ. لا قصدها عبده الحمولي. طيب خدها يا ابني اوضه الضيوف ترتاح. حاضر، ربنا ما يحرمنا من حنيه قلبك. عزيزه من فضلك طلعي الشنط. وانا اروح اجيبهم. مراتب ايه؟ مراتب النوم، ربنا يعلي مراتبك. سميحة بتاع الارض. لا مفيش. ايه يا اختي السرير العفريتي ده؟ غيري هدومك بقى علشان تتعشى. ميرسي يا ابي، مانيش نفس. هجيب لك حاجة خفيفة. أنا تعبانة أوي عاوزة أنام، بلاش عشاء. لازم تسمع الكلام. هذا يعني. حق
هيبقى مقلب لو جاب لك لبن. حرام عليك يا دادا عزيزه، انت عارفه ان انا ما بحبش اللبن. شرب اللبن ده اهون 60 مره من القعاد مع سي صلاح. اخيه عليه وعلى قله حياه معاك، والنبي اول ما تيجي ست كريمه بفضحه قدامها فضيحه بجلاجل. والنبي يا دادا بلاش السيره دي، خليني افكر في حل اللخبطه اللي حصلت النهارده. لخبطتك نفس الشر بره. اقعدي هنا عند كمال. ليه بقى؟ ناله سي كمال جدع عمير وابن حلال وبيعاملك بكل ادب وبيخاف عليكي زي بنته واكتر. وتفتكري يعني كريم اختي وجوزها هيصدقوا الكلام ده؟ يلا يا دادا عزيزه روحي اتعشي في المطبخ. يلا يا حلوه دادا. يلا 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 اشرب الشوب كله. ها كمان شوي كمان شوي عشان خاطر. انا كل ما افتكر الحيوان المتوحش صلاح ده دمي بيغلي. مش فاهم ايه اللي عاجب اختي فيه، ايه اللي يخليها ترتبط بواحد زي ده؟ مسكينه غصب عنها يا ابي اسمتها كده. اسمعي يا سميحه، انا عاوزك من دلوقتي وانت لسه صغيره تتعودي على حاجه مهمه جدا. ايه هي يا ابي؟ ما تعمليش ابدا اي حاجه غصب عنك، لازم يكون عندك اراده وتقولي لا. حاضر يا ابي. الله، ما تشربي اللبن. لا. ليه؟ انت مش لسه بتقولي يا ابي ان الواحد ما يصحش يعمل حاجه غصب عنه؟ اللبن مفيد عشان فيه كالسيوم تكبري بسرعه. يلا يا حبيبتي يلا. هيلا هوب شاطرة. نرجع بقى لحكاية صلاح. أخفى عليك يا أبي، مش كفاية اللبن؟ أنا عايز أعرف السر اللي يخلي واحدة زي أختي الكريمة تتجوز واحد زي صلاح. تكونش بتحبه؟ أبدا أبدا يا أبي، دي ولا بتحبه ولا بتقبله حتى. مادام كده أنا من رأيي تمسك الخطوبة وتخلص منه. لو عملت كده هتلاقي خطيب تاني منين يا أبي؟ تلاقي كتير. كريمة فنانة وإحساسها مرهف وأعتقد إن صوتها جميل. صحيح يا أبي؟ يعني عجبت حضرتك؟ تنفع تغني في التلفزيون؟ أيوه تنفع، واللي يساعدها أكتر على النجاح لأنها فوتوجيني. يعني حلوة؟ طبعا حلوة ورقيقة، وأعتقد إنه شبان كتير يتمنوا يتجوزوها. يعني قبل كريمة عجبتك وممكن تتجوزها. ممنوع الكلام في الحاجات اللي اكبر منك، انت لسه صغيره على المسائل دي. يلا نامي بقى عشان بكره عندنا برو. تصبح على خير. وانت من اهله يا ابي. صلاح امال هكون مين؟ عمته؟ مين؟ مين؟ سميحة؟ انت بتتكلمي منين؟ مش ضروري اعرف؟ ازاي؟ ايه؟ وانا طرطور؟ انا خطيبك! انت ولا حاجة بالنسبة لي، انا مش غاوية ترويض وحوش، انا خطيبي لازم يكون انسان عنده اخلاق، انسان يفهمني وفهمه، ميولنا تبقى واحدة وطبعنا واحد واحساسنا واحد، انسان يحس بيا ويعيش معايا في احلامي، مش ابقى انا بفكر في الفن وهو بيفكر في القرنبيط. قصدك قصدك ايه من الكلام الحامض ده؟ مين اللي قدام لك تنقص المحفوظات البايخه دي؟ المحفوظات دي طالعه من قلبي، واذا كنت مش فاهمها افهمها لك باللغه اللي انت بتفهمها. انت حاجه كده مكعبره ودمك تقيل، ولا عندك ادب ولا اخلاق ولا ذوق ولا انسانيه. يا خبر، بتقفل التليفون في وشي؟ طيب انا كمان هقفل التليفون في وشك.
الو اديني الاستاذ كمال عزم. مين؟ كريمة؟ قصدي الأنسة كريمة؟ أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. إزاي يا أستاذ تضرب خطيبي وتاخد أختي عندك في البيت؟ هي الدنيا إيه؟ سايبة؟ ولا أنت فاكر إن ملهاش أهل يسألوا عليها؟ اسمع، تميحة لازم ترجع البيت حالا. حلمك عليا يا مدموزيل كريمة. لو فهمتي الحقيقة هتشكريني على تصرفاتي. الفيديو تيب جاهز معانا يا بروف، لازم نسجل على طول. ها؟ على كل حال يا أنسة كريمة، دلوقتي مش هقدر أشرح لك الحكاية. هفوت عليكي في البيت. لا يا أستاذ، أحسن لك ما تجيش. حضورك هتكون نتيجته مش كويسة. أنا نبهت عليك وخلاص. مهما كانت النتيجة، لازم أقابلك وأوضح لك موقفي. أرجوك يا أستاذ كمال. طيب يا أنسة كريمة، عن إذنك دلوقتي. أنا عندي تسجيل ومضطر أقفل السكة. أشوفك الساعة 6 في كازينو المواطن. شفتي صورتك في مجلة الإذاعة؟ لا ما شفتهاش، وريها لي. الله، والنبي انت صعبانة عليا قوي. ليه يا أبلة؟ لا مش هقدر أقول لك لحسن، بعدين أخوفك. تخوفيني من إيه يا أبلة؟ من أبي كمال. أبي كمال ماله؟ هيضربك ويشتمك ويزعقلك. من غير ما أعمل حاجة تزعله؟ هو أصله عصبي وأخلاقه ضيقة وما بيحبش العيال اللي زيك. على غفلة كده تبص تلاقيه زعق في وشك وطاخ طاخ طاخ ضرب جامد، وبعدين يحبسك في اوضه ضلمه مليانه فيران. يا مامي انا بخاف من فيران قوي يا ام نادية. ما تعيطيش انا هساعدك. ساعديني ازاي يا قبلة؟ دي فيها فراغ. اسمعي انا هقول لك تعملي ايه. تاخدي وحدك يا شاطره وتخرجي من هنا على طول وما ترجعيش هنا تاني. يلا يا حبيبتي يلا اوان اوان. قبلة ميرسي يا قبلة. لكن انا عايزه اغني في التلفزيون بس كده. انا هخليك تغني ببرنامج جنة الاطفال. صحيح يا نبي يا قبلة. ايوه صحيح. يلا بقى طيري على البيت. جرى ايه؟ ما روحتيش بيتكوا ليه؟ اصلي يا قبلة ابي كمال خلى اختي تمضي على تعهد بستين جنيه ويمكن اختي ترجعني هنا تاني عشان خاطر الفلوس. خدي يلا يا شاطره بقى بسرعه قبل ابي كمان ما يجي ويحبسك في اوضه الفراخ. يا مامي ايه يا سماح؟ الفراخ ليه؟ هو ضربني يا ابي يا ابراهيم. انا غريب مالك؟ تعالي هنا. لا بس ضربني طخ طخ طخ. اضربك ليه وانت عملتي حاجه؟ قبل نادية قالت لي انك ما بتحبش العيال اللي زيي وبتفضل تضربهم طخ طخ طخ. يا عبيطه ده انا بقول لك كده عشان تسمعي كلام ابي كمال. يعني مش هتحبسني في اوضه الفراخ؟ فراني يا قطط ايه؟ مين اللي قال كده؟ قبلة نادية. انت صدقتي؟ ده انا كنت بضحك معاكي يا حلوه. تعالي قولي يا قطط. ايوه يا حبيبتي. انت خدي بقى الفلوس بتاعتك. فلوس؟ فلوس ايه؟ لا ده انا اصلي قصدي يعني كان قصدي اديها قرشين عشان تجيب لها شويه هدوم، مش كده يا حبيبتي؟ ياه انت بتكدبي يا قبلة. انت مش عارفه ان اللي يكذب يخش النار، مش كده يا ابي كمال؟ انا كدابه يا اخي الادب. يا خبر انت مش قلتي لي خدي الفلوس دول واديهم لاختك وما تجيش هنا تاني؟ اخرسي قطع لسانك. البنت دي لا يمكن تشغل معايا في البرنامج ده فاهم؟ يا انا هي الله. انت زعلت يا ابي؟ لا ابدا. على فكره اخت كريمه النهارده كلمتني بالتليفون. والنبي لازم اتخانقت معاك وقالت لك لازم ترجعني البيت، مش كده يا ابي؟ لا ابدا دي مبسوطه خالص، حتى وصلتني ان انا اوصل لك هديه منها. ايه هي؟ ايوه بس كده. ودلوقتي مستنيينك فوق البروفات. مع السلامه. طيب اهلا كريم هاني، اتفضلي.
متشكرة. يا أستاذ كمال أنا جاي عشان أقول لك. ما تقوليش حاجة قبل ما تسمعيني. طب أرجوك تسمعني وبعدين. من فضلك إحنا عاوزين نناقش الموضوع من غير زعل ولا عصبية. طب من فضلك واحد لمون. خليهم اتنين وحياتك. يا كريمة هاني أنا هشرح لك الموضوع كله في كلمتين اتنين. أرجوك يا أستاذ كمال تسمح لي أقولك إني أسفة جدا جدا. لكن أنت ما سمعتيش وجهة نظري في موضوع سميحة. خلاص اعتبر الموضوع ده انتهى. انتهى إزاي؟ قصدك إيه؟ أنا كنت قاسية معاك أوي وأنا بكلمك في التليفون النهاردة الصبح، فأرجوك تسامحني. أنت إنسان لطيف وقلبك كبير. إيه اللي خلاك تغير رأيك بالسرعة دي؟ سميحة قالت لي على كل حاجة، وما كنتش متصورة إن صلاح تطلع أخلاقه وحشة بالشكل ده، لكن الحمد لله إنه خد جزاءه. قصدك تقولي لي إنك واجهتيه بالحقيقة؟ وأكتر من كده، أنا فسخت خطوبتي. تتصور إني بقيت بكرهه دلوقتي؟ ياه، الدرجة دي؟ أنا عملت كده بعد ما اقتنعت برأيك. أنت مش قلت لسميحة إزاي أختي الكريمة تتجوز واحد زي صلاح، شكله مكعبر وإحساسه مي وأخلاقه زفت؟ هي سميحة فتانة الدرجة دي؟ على الله ما تكونش قالت لك حاجة تانية. قالت لي إيه؟ يعني مش فاكر الكلام اللي قلته عليا؟ أنا ما قلتش حاجة أبدا. أنت مش قلت لها إني فوتوجينيك وحلوة وإن شبان كتير يتمنوا يتجوزوني؟ تمام ولا لا؟ انا متشكره قوي على الكلام اللطيف اللي قلته عليا، ومتشكره اكتر واكتر لان رايك فيا هو اللي شجعني على فسخ الخطوبه. الانسان مننا لازم يدقق كتير قبل ما يختار شريك حياته. انت اتضايقت من كلامي يا استاذ كمال؟ لا ابدا. امال شايفه وشك متغير وسرحت بعيد. اصل حكايتك مع صلاح فكرتني بحكاية واحد صاحبي وقع في نفس المشكلة وهي خطيبته. وخطيبته دي برضه شكلها مكعبر واحساسها ميت. مش ده المهم. امال ايه؟ انت شايفها النهارده على حياتها وعارف انها انسانه انانيه وحقوده، مش هي اللي هتفهمه وتوصله لاحلامه. وصاحبك ده مستني ايه؟ لازم يسيبها على طول زي ما عملت انا مع صلاح. للاسف ما عندوش شجاعتك. طب واجب عليك انت بقى تنصح. احاول. العريس كريم عبد السلام. ايوه. تليفون عشان حضرتك. طيب عن إذنك. تفضل. استي سميحة أنا دادة عزيزة. الأستاذ صلاح جه في بيت الأستاذ كمال وزربينه طلعة والشرح ينط من عينه ومحكم رأيه لازم يقابل الأستاذ كمال. الست الكبيرة قالت له إنه سهران في كازينو المقرطم. أيوة نزل بقاله ربع ساعة راح لكم على المقرطم. ايه في حاجة؟ الدكتور كلمني وقال لي ان صلاح جات له النوبة. نوبة؟ نوبة ايه؟ اصل عنده مرض عصبي فظيع. يا سميحة ما قالتلكش ولا ايه؟ ابدا ما قالتليش. انا لازم اروح له حالا عشان اكون جنبه في حالة زي دي. كريمة هانم انت قلبك طيب، برضه صعبان عليكي بعد اللي حصل. طبعا مش قريبي وكمان مريض يعني لازم اكون جنبه اساعده. كريمة هانم ارجوك تسامحيني، كنت سيء الظن بيكي في بعض اللحظات. على فكرة أنا كلمت عزيزة في التليفون وقلت لها إن تبعت لي سميحة على البيت. على البيت عندك؟ عند صلاح؟ آه. دي لازم تقعد بعيد عنه لغاية ما يروق. مش ممكن يا أستاذ كمال، مش ممكن. ليه؟ أصل النوبة اللي بتيجي لصلاح بتخليه يتصور أبقى أنا سميحة وسميحة تبقى أنا. غريبة. يعني لما هجم على سميحة عشان يبوسها، كان متصور إن بيبوسك أنتِ؟ أيوه. والدكتور بيقول إن لازم صلاح يشوفني أنا وسميحة مع بعض عشان تحصل له صدمة عصبية ويرجع لحالته الطبيعية. ما هو لو خدت سميحة من عندي هتحصل لي أنا كمان صدمة فنية. المفروض برنامج التلفزيون بعد أسبوع ولازم سميحة تركز كل تفكيرها في البرنامج. دي فرصتها كبيرة وهروح منها. دي مشكلة فعلا. طب وإيه الحل؟ الحل إنك تخلي سميحة تفضل عندي لحد ظهور البرنامج. أنا عارف إنها قلة ذوق مني، لكن أنت عارفة ظروف الشغل. طب مفيش مانع تفضل سميحة عندك، بس أرجوك تكلم دادة عزيزة في التليفون وتقول لها تخلي سميحة عندك في البيت. حاضر. عن إذنك. مع السلامة. هو فين من فضلك؟ هو مين؟ البني ادم اللي انا بدور عليه. اسمه ايه؟ كمال عزم مخرج التلفزيون. استاذ كمال بيتكلم في التليفون.
جدا. اهلا استاذ صلاح، ازاي صحتك دلوقتي؟ مش شغلك. فين سميحه؟ سلمني سميحه. سميحه مش موجوده، سلمها لك ازاي؟ بلاش مكر يا استاذ ثعلب، انا متاكد ان سميحه معاك هنا في الكازينو. اللي كانت موجوده معايا هنا في الكازينو كريمه. كريمه؟ ايوه كريمه. كريمه مين يا استاذ؟ كريمه دلوقتي في اسكندريه. يا خبر اسود، يبقى وصلها جوجرين. بقى انت كنت قاعد دلوقتي مع كريمه، متاكد؟ متاكد زي ما انا متاكد اني بكلمك. يا سياده المخرج العبقري، يا مكتشف المعجزات، اسمح لي اقول لك انك طلعت عبيط. ليه يا استاذ صلاح؟ لان سميحه قدرت تضحك عليك وتخدعك لغايه ما صدقت انها عيله صغيره. ازاي؟ هي مش عيله صغيره؟ اسمح لي اقول لك انك انت اللي طلعت عيل صغير. يا استاذ انا وهي كنا هنتجوز الشهر اللي جاي. كده كده يبقى اللي كانت معايا تبقى سميحه العيله الصغيره. يعني ما تبقاش كريمه؟ كريمه سافرت مع اخويا اسكندريه عشان يحددوا ميعاد جوازي انا وسميحه. الف مبروك يا استاذ صلاح، انا اشكرك جدا على المعلومات اللي انت اديتها لي، انت نورتني يا شيخ. وناوي تعمل ايه مع سميحه؟ لا يمكن تشتغل معايا ابدا بعد ما اكتشفت انها غشاشه ومنطقيه وعيله صناعيه. برافو برافو، كنت دلوقتي برهنت على اننا هنكون احباب واصحاب. شيك هاندز. شيك هاندز. سلمها لي بقى. هي مين؟ سميحه. سميحه في الاجانس. اجانس؟ ايوه، بيعملوا لها روداج وبينفخوا لها العجل. نعم نعم. هي سميحة عبد السلام ولا سميحة 1100؟ أنت بتسرح بيا ولا فاكرني مجنون؟ فين سميحة بقول لك؟ هي فين؟ قلت لك إنه سميحة في البيت، مش عايز تصدقني. تبقى أنت بقى الجاني على روحك ما دام مش عاوز تسلمها لي. هي فين؟ سلمها لي بقول لك. في إيه يا أستاذ؟ كان عليه مجنون كان عايز يقتلني. مجنون؟ أنا مشغولة يا دادا. إيه يا بنتي؟ كمان اتأخر قوي، خايفة كمان لا يكون صلاح قال له على سري. أنت ما قلتيش لسه كمان إن صلاح مجنون وبيخرف. أيوه قلت له، لكن برضه قلقانة. أهو كمال جه يا دادا، أنا خايفة قوي. خدي بالك من وش سي كمال ساعة ما يطول. إن لقيتيه بيضحك يبقى خير، وإن لقيتي وشه مكشر يبقى أمرك لله. طيب يا دادا. ايه مالك يا حبيبتي، خايفه من ايه؟ ابي صلاح اتخانق مع ابلة كريمه؟ لا. امال عمل ايه معاه؟ ولا حاجه. ازاي؟ ده لما جه هنا قالوا انه هيشرب من دمها. الظاهر غير رايه وشرب قهوه. ابي كمال ما تخبيش عليا حاجه، قول لي ابي صلاح عمل ايه مع ابلة كريمه؟ ولا حاجه، روحي اطمني. كريمه ما قابلتش صلاح، انا اللي قابلته. وبعدين خلصت منه ازاي؟ بالسياسه، اصله زي صلاح الواحد لازم ياخده على قد عقله. هو ابي صلاح مجنون؟ يعني شويه. يا خبر، يعني بيطلع لسانه وبيبرق عينيه ويلعب ودانه؟ لا يا روحي، ده عنده جنان من نوع تاني خالص. لما بتجيله الحاله بيشوف كل حاجه بالمقلوب، يشوف سميحه كريمه وكريمه سميحه. اتاري لما كان عايز يبوسني كان بيقول لي هاتي بوسها يا كركر. كركر؟ اصل هو لما بيدلعها بيقول لها يا كركر، لكن الحمد لله انها خلصت منه من جنانه. انت عارفه ليه ربنا خلصها منه؟ ليه؟ علشان كريمه انسانه طيبه وقلبها كبير. يعني حضرتك مبسوط دلوقتي من قبل كريمه؟ ايوه سميحه، اكتشفت لله دي انه كريمه انسانه نبيله وتستاهل كل خير. ولسه يا ابيم لسه، انت كل ما تعرف قبلة كريمة هتحبها اكتر واكتر. انت سهرت كتير الليلة دي، قومي نامي بقى. لا يا ابي والنبي، مش هيجي لي النوم الا اذا حكيت لي على كل حاجة. احكي لك. اقول لك ايه بس؟ عايزة اعرف انت وقبلة كريمة كنتوا قاعدين فين؟ كنتوا بتقولوا ايه؟ كنتوا زعلانين ولا فرحانين؟ الحقيقة انا اللي كنت فرحان جدا. من قبلة كريمة؟
خلي معاك يا عفريت انت. والنبي يا بيه تقولي والنبي. لا يمكن اقول لك ولا كلمه. انت فتانه وبتروح تقولي لها على كل حاجه. مش هقول لها ولا حاجه بعد كده، بس قولي من فضلك. اقول لك ايه بس؟ كل حاجه. طبعا كانت لابسه الفستان الازرق. ايوه. وايه رايك في ذوقها؟ ذوق جميل. ذوق فنانه. وتسريحة شعرها. ما خدتش بالي. لكن كان حاطه برفان يجنن. الله. غريبه. انا مش عامل نفس البرفان. أصلاً يا بيه بحط بنفس البرفان بس من غير ما قبل كريمة تاخد بالها. شميني؟ الله ريحته جميلة قوي. اسمه ايه البرفان ده؟ ليه؟ عاوز تجيب إزازة منه لجدتك؟ لا كنت عاوز أعمل مفاجأة عشان لا مش هقولك. كفاية بقى انت سر كفاية وطلع نام بقى يلا. لا والنبي يا بيه اخس عليك عاوز أطير كمان شوية. بقولك كفاية بقى ولازم تنام. بيحصل لك كده؟ بعد الشر بعد الشر مش انا. امال مين يا حبيبتي؟ قبل كريمه. كريمه بتسهر طول الليل؟ ايوه. بتبقى دايما سرحانه كده بتفكر؟ ولا بتاكل ولا بتشرب. بتروح للدكتور ولا لا؟ لا بتروح الكازينو. كازينو ايه؟ الكازينو اللي رحت معاك فيه مره. بتروح مع مين؟ بتروح لوحدها طبعا يا ابي. بتعمل ايه في الكازينو؟ انا عارف
عارفه بقى، اذا كنت انت يا كبير ما انتش قادر تفهم، يبقى انا يا عيله صغيره هقدر افهم. هي بتقول انها بعد ما بتقعد في الكازينو بترجع البيت مرتاحه. والحاله دي حصلت لها من امتى؟ من ساعه ما حضرتك رحت لها البيت عشان تمضي معاها التعب. يعني هي دلوقتي في الكازينو؟ ايوه هي لازم في الكازينو. طب انا رايح لها حالا. ابي ايه؟ انت عارف ابله كريمه حالتها خطر. اطمني يا روحي، انا عرفت الحاله اللي عندها ابله كريمه. هي عندها مرض لذيذ اسمه ايه؟ اسمه لما تكبري هتعرفي. انا خارج يا جدتي. رايح فين يا كمال؟ كازن المواطن، عندي هناك برنامج لازم اصور لله دي. خدي بالك من سميحه. حاضر يا حبيبي، مع الف سلامه. الله يسلمك. شر عليكم. عن اذنك خدوا حريتكم يا اولاد، البيت بيتكم. بس انت ضامنه يا ست سميحه انه بيحبك؟ طبعا، ده بيموت فيا. ده بيحب كريمه، ما تضحكيش على روحك. طب وانا وكريمه ايه؟ مش واحد؟ اهلا نادية. مساء الخير يا فيزا. مساء الخير. ازي صحيح؟ تاخرت كده ليه؟ الحقيقه يا تيزا انا ما كنتش حاجه لليلادي. ليه، هو كمان ما عزمكيش؟ لا عزمني، بس حسيت كده بشويه صداع. امال فين المسخوطه؟ مسخوطه؟ احنا ما عندناش مساخيط يا بنت. قصدي سميحه. هي كمان شعرت بشويه صداع وطلعت اوضتها. هو اظن ست كمال قاعد جنبها عامل لها دادا ودكتور. لا يا بنتي، كمال خرج عنده شغل. شغل؟ شغل ايه؟ دي البروفات انتهت وبكره الاستعراض اللي هيقدمه في التلفزيون، يبقى راح فين؟ راح كازن المقطم عشان يصور برنامج هناك. سيادتك بتدور على حد؟ ايوه، الانسه كريم عبد السلام. الانسه كريم عبد السلام؟ مش واخد بالي منها. المدموزيل اللي بتقعد دايما لوحدها. ايوه افتكرتها، موجوده يا فندم. متشكر. العفو. كريمه، ولا مؤاخذه، متاسف جدا. كون صريحة معاك يا كمال من دلوقتي عشان ما تغيرش رأيك فيا بعد كده. مش عايز أعرف أي حاجة، كفاية إني عرفت إنك بتحبيني. أيوه بس يا كمال. ولا كلمة. مش عايزك تندم في يوم من الأيام على إنك عرفتني وحبيتني. ما تقوليش كده يا كريم، إذا كان الإنسان يندم على سعادته
هم اللي يفرح بيه. يعني ما فيش حاجة هتغير قلبك من ناحيتي؟ مستحيل. انتي ممكن تخليني أسعد إنسان في العالم لو لو إيه؟ لو قبلت تكوني مراتي. أرجوكي ما تقوليش ولا حاجة. انتي الإنسان اللي أنا بدور عليها، اللي ممكن تفهمني وأفهمها. كمال، كفاية يا كمال، أعصابي ما تتحملش كل المفاجآت الحلوة دي. يا سلام، برنامج غرامي مدهش. نادية، هو انتي هنا من امتى؟ من نص البرنامج يا أستاذ، من ساعة ما كنت بتطلب من الهانم انك تتجوزها. أقدمكم لبعض، الأنسة كريمة أخت سميحة. بقى كده، يعني الحكاية مش غريبة. أهلا الأنسة نادية، نجم التلفزيون وبس؟ والمسرح والسينما وبس؟ هو أنا نسيت حاجة؟ طبعا، نسيت أهم حاجة، نسيت أن خطيبتك يا أستاذ، وحنتجوز الشهر الجاي. عقبالك. أنت غشاش كريمة. حضرتك بتتجسسي عليا؟ وحضرتك بتستغفلني؟ أنا مش مغفلة يا أستاذ. هذبي ألفاظك يا نادية. لما تهذب أنت أخلاقك الأول. بذمتك ما انتش مكسوف من نفسك؟ لسه مخطوبين وبتخوني مع واحدة تانية. أمال لما هنتجوز هتخوني مع كام واحدة؟ كفاية بقى. اسمع يا كمال، البنت القروبة اللي عندك في البيت دي لازم تنطرد النهاردة. أنا اللي هعمل الدور كله. اختار لك حاجة من اتنين، يا كده أنت حر. أنت اللي حرة. أنا هموته هو وهي، هقتلهم هما الاتنين. طول بالك بس يا شاكر، دلوقتي صلاح يرجع من الاسم ونشوف البوليس قال له ايه. البوليس هيعمل ايه؟ هي سميحة قاصر يا كريمة. سميحة ذنبها ايه؟ دي برضو لسه صغيرة وما تعرفش حاجة. الحق على اللي انضرب في قلبه اللي كان عقلها وضحك عليها. وانا هروح بكرة التلفزيون. تعمل له ايه بس يا شاكر؟ انت تقعدي قدام التلفزيون وتسمعي نشرة الأخبار هتعرفي كل حاجة. أنا هقطع رقبته. استنى انت، أنا اللي هفتح الباب. مساء الخير يا فندم. خير. نعم. الأنسة كريمة موجودة؟ أنسة؟ أنت مين حضرتك؟ كمال عزمي يا فندم. بتاع التلفزيون؟ أيوة يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. تشرفنا يا فندم. خطوة عزيزة يا فندم. إيه حضرتي؟ إيه؟ الضرب ده مش ضرب، ده عيين الضرب. الضرب لسه جاي ورا. طب ايه الداعي؟ ما تحاولش تتلام عليا. فين سميحة؟ سميحة موجودة عندي في البيت. عندك في البيت؟ بأي مناسبة؟ لأنها طفلة ومحتاجة لحد يحميها. يا سلام على الشهامة، يا سلام على الإنسانية. وجاي ليه هنا دلوقتي يا حضرة الملاك؟ جاي أقابل أنسة كريمة. برضه بيقول لي أنسة؟ يا جدع أنت، هو أنا مش مالي عينك؟ يا فندم العفو. وجاي بقى عايز كريمة في ايه كمان؟ يا فندم في موضوع خاص بيني وبينها. هو في موضوع خاص بينك وبين كريمة؟ ايوه يا فندم، ولما سيادتك هتعرفه هتنبسط جدا. طب افسد لي يا اخويا اوام، ايه الموضوع الخاص اللي بينك وبين كريم؟ موضوع جواز يا فندم. يا سافل يا منحط يا قليل الادب. يا حضرتك مفيش داعي لاستعمال ايدين، ممكن نستعمل بق، نستعمل عقل. انت خليك فينا عقل. مش كفايه خطفت سميحه، جاي كمان عشان تتجوز كريمه؟ بتطلب كمان عزيزه الداد عشان تبقى استوليت على حرمات البيت كلهم. سؤال واحد من فضلك، كريمه تقرب لك؟ قرابه بسيطه قوي، تبقى مراتي. كريمه تبقى مراتك؟ أنا كنت فاهم إنها لسه أنسة. أنسة؟ كل دي أنسة؟ حضرتك اسمك كريمة؟ أيوه. أنا مش، أنا قصدي كريمة التانية أخت سميحة. أنا كريمة أخت سميحة. أنا والله ما شفتش أرزل من كده، أنت جاي تحاوي أنا. صبرك بالله يا فندم، المسألة فيها سوء تفاهم. سميحة عمرها كم سنة؟ أنا أكبر منها بثلاث سنين. كريمة.
بخمس سنين. بثمان سنين. كريمة بعشر سنين. ارتحت بقى؟ ايه دي الحقيقة يا حضر. يعني سميحة دلوقتي عمرها 21 سنة. حاجة غريبة. طب ألاقي عن حضرتك عدد الكواكب بتاع الجمعة دي؟ افتكر موجود عندنا. اتفضل. اهي دي سميحة اللي انا اعرفها. سميحة معجزة الغناء في العاشرة من عمرها؟ ايه اللي سخطها كده وخلاها تلبس لبس العيال ده؟ كنا عاملين مسابقة غناء للأطفال. اتقدمت لي سميحة على إنها طفلة عمرها 12 سنة. مثلت عليا صدقتها. وإيه اللي خلاك تاخدها عندك البيت؟ علشان أبعدها من الأستاذ صلاح بعد ما شفته كان عاوز يبوسها بالعافية. يبوسها بالعافية؟ أيوة يا هانم. وديتها عندي في البيت وقاعدة مع جدتي عشان أحافظ عليها. مش معقول. مش ممكن صلاح يعمل كده. اسأل سميحة واسأل دادة عزيزة. عاجبك كده يا سي شاكر؟ بدل اخوك ما يخاف على سميحه ويحافظ عليها، عايز يستفرد بيها واحنا غايبين؟ اخص عليه وعلى ندالته، ليلته سودة باذن واحد احد. الله، انت هنا؟ حضر نفسك للسجن يا استاذ، نعيما مقدما. قول يا صلاح، انت حاولت تبوس سميحه بالقوه؟ ده غزل، ده تعبير عن حب السميحة. ايه هي مش خطيبتي؟ كده يعني كنت عاوز تبوسها وبالعافيه كمان؟ دي مره واحده والله يا ابله. لا مرتين، مره هنا ومره في التلفزيون. وكمان بتعترف. اظني واضح دلوقتي ان انا كنت ضحيه للملعوب اللي عملته فيها سميحه. احنا اسفين قوي يا استاذ كمال ومقدرين الظروف اللي انت فيها. والله يا بيه شكلك كانت بوسه واحده ما فيش غيرها. اخلص يا ماما. الغشاش الكذاب اهو انت كدبتي عليه من قبل ما يكذب عليكي وكله سلف ودين حتى المشي على الرجلين. انت لازم تقولي له وتفهمين ان كريمه اللي كانت معاه هي سميحه. بعدين ما دام هيتجوز واحده غير خلاص. استي سميح الاستاذ كمال جه. دادا عزيز. نعم. يلا لم هدومنا خلينا نمشي من هنا. حاضر. دلوقتي يا بنتي مش هنام. انا هروح انام في بيتنا. امشي انجري جوه بلاش دلع. خش نامي. انا هلاقيها منك ولا من اختي الكريمه. اختي؟ ايوه الاستاذه بتاعت المزيكا اللي عندها دبلوم المعهد. انا عاوز اعرف انتوا عاوزين مني ايه؟ اشتريتوني ورثتوني اعمل لك شويه دادا واحب اختك شويه وانا ما عنديش شغلانه غيركم؟ هي اختي كانت ضربتك على ايدك عشان تحبها. امال انا اللي لقحت نفسي عليها؟ انا اضطريت امثل عليها ان انا بحبها عشان تشتغلي في البرنامج. انما الظاهر انها صدقت ان انا بحبها. دي تبقى عابطه قوي. يعني انت ما بتحبهاش؟ وعمري ما حبيتها. انا بحب خطيبتي وهتجوزها ناديه. بلاش تعيطي، انا اتفقت مع عبده ناديه ان اتبناكي وتفضلي معانا على طول. مفيش داعي يا حبيبتي، كنتي حلوه وبعدين تزعل منك قبل ناديه. مش عايزه اسمع الترند ده، مش عايزه اسمع اسمها، ما بحبهاش، بكرهها، بكره كل حاجه فيها. ايه ده يا بنتي؟ ازاي تقلي ادبك على واحده ست في مركز مامتك؟ يا سلام. الظاهر ان انت دلعتك اكتر من اللزوم، اتفضلي نامي بقى عشان تعرفي تغني بكره كويس. هتسمعي الكلام ولا تعيطي؟ Ha ha ha!
تخافيش من الضرب اللي هيربيك. لا 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 كله جاهزين؟ جاهزين يا أستاذ، لكن سميحة ما جاتش. أستاذ كمال؟ ايوه سناء. سميحه مش موجوده عندك في البيت، خرجت بقالها ساعتين ثلاث. الست الكبيره قالت لي اعملي تليفون عند اختها كريمه. كله منك يا بروف الاغبياء، ما كنتش لازم تسيبها لوحدها. احنا ممكن ننقذ الموقف من غير سميحه يا استاذ. ازاي؟ نخلي الست ناديه تحل محلها. مش ممكن، سميحه هي اللي هتعمل دور. ايه يا سناء عملت ايه؟ مدام كريمه على الخط. حوالي السكه. الو كريمة هانم؟ سميحة فين فضلك؟ سميحة عندك يا أستاذ زي ما اتفقنا. أنا وشاكر جوزي لابسين وجاهزين وجايين عشان نشوفها في التلفزيون وهي بتغني. إيه؟ أبداً، أنا ما شفتهاش النهاردة، ما جاتش عندي خالص. مش موجودة؟ مش موجودة. سناء، اطلب المعهد في اسكندرية واسألي عن سميحة. فاضل على الإرسال 25 دقيقة بروف، مفيش قدامنا غير نادية. قلت لك سميحة اللي هتعمل الدور، يعني سميحة اللي هتعمل الدور. طب وهو انا قلت حد غير سميحة يا بروف؟ جاي لوحدك ولا جايبة معاك حد يورمني عين التانية؟ قصدك مين؟ الشيء المؤذي اللي اسمه كمان. طب مفيش حد جاي معاك؟ غريبة، وازاي يسيب عيلة صغيرة قاصر زي كده تيجي لوحدها؟ مش خايف ينتوهي ولا ياكلك بابا ولا بوريجة مسلوخة؟ صلاح مفيش لزوم للتريقة، أنا جاية لك في موضوع أهم من كده. بسرعة مفيش وقت، عاوزة إيه؟ أنت لسه بتحبني ولا بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ أنت لسه بتحبني ولا مفيش ولا؟ لو كان الحكاية فيها ولا ما كانش كل واحد ضربني واتسلى. مستعملات حبك متعلقة على وشه وعلى عينيا. طيب خلاص، النهاردة نسافر اسكندرية أنا وأنت سعيدة. ليه؟ عشان أخوك وأختي يتجوزوني بعد بسرعة. يعني بذمتك هتتجوزيني خلاص؟ أيوه. يعني مش هترجعي في كلامك تاني أبدا؟ لا. انت بتعيطي ليه؟ عشان انا متجوزه. معهد الموسيقى في اسكندريه، هنا التلفزيون العربي. من فضلك سميح عبد السلام. ايوه فاضل تلت ساعه على الارسال يا بروف، يعني 20 دقيقه. فين اسكندريه؟ هنا يا استاذ على الخط معانا. ايوه يا فندم، سميح عبد السلام. ايه ما جاتش المعهد النهارده؟ طب ارجوك اديني عنوان بيتها في اسكندريه حالا. من فضلك عاوزه اقابل الاستاذ كمال عزمي، ممكن؟ لا مش ممكن، تعالي بكره قابليه. قولي من فضلك الاستاذ كمال عزمي جوه في مكتبه. فاضل 18 دقيقه يا عالم يا رام، وقف كل الساعات في الدنيا نروح في داهيه. انا اعرف مطرح سميح عبد السلام. قلت ايه؟ سمعيني تاني، قوليها تاني من فضلك. انا اعرف مطرح سميحة عبد السلام. وساكتة ليه؟ قلت الشغالة في الصبح يا استاذ كمال. يا استاذ كمال في واحدة طول سميحة موجودة، هي عارفة فين. هي فين؟ دخليها بسرعة. ايه اتفضلي. اتفضلي. اختك سميحة فين؟ عايز منها ايه؟ فاضل 15 دقيقة والبرنامج هيتذاع على الهواء. عندك وقت كفاية عشان تقدر تجيب واحدة غيرها. مش ممكن يا كريمة، فضل 14 دقيقة ونص، مش ممكن، مش معقول. أمال إيه اللي معقول عندك؟ تضحك على بنات الناس وتكذب عليهم؟ بحبك يا كريمة، لو قبلت تكوني شريكة حياتي هكون أسعد واحد في الدنيا. يا كذاب. أفهم من كده إنك منعتي سميحة من الشغل علشان تنتقمي مني؟ مش أنا اللي منعتها، هي اللي رفضت تيجي بعد اللي حصل منك. مش عيب يا أستاذ يا محترم تهجم على عيلة صغيرة وتحاول تبوسها بالعافية؟ لا يا كريمة هانم، أنا مش مجنون زي خطيبك صلاح. مين اللي قال كده من فضلك؟ سميحة نفسها هي اللي قالت الكلام ده. عيلة صغيرة زي دي تضحك عليكي؟ هاتيها قدامي واجهيني بيها وأنا أثبت لك إنها 60 كدابة.
لكن انا متاكده انك مشتاق. ايه الدليل على كده؟ كنت موجوده وشفتيني؟ حاجه زي كده. يعني ايه حاجه زي كده؟ ما هو يا كنت موجوده وشفتيني يا لا. طيب ما دام انت بجح بالشكل ده استعد للمفاجاه اللي انا هقولها لك. مفاجاه ايه؟ انت عارف سميحه اللي انت مشتاق امبارح دي تبقى مين؟ تبقى انت. مش هي دي المفاجأة يا سميحة؟ انت كنت عارف كده؟ طبعا. وكنت ساكت ليه؟ ما قلتليش ليه انك عارف؟ علشان عجبني تمثيلك وانت عاملة عيلة صغيرة. وعشان مصلحتك غشتني ومثلت عليا الحب. ما هو تمثيل وفات تمثيل خالصين. فاضل 10 دقايق يا بروف وسميحة برضه ما جاتش. نجيب نادي يا بروف؟ لا يا شيف. سميحة هي اللي ارتاحت الدورين. ازاي؟ وهي فين؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. انت فاهم ان انا هقبل اشتغل؟ طبعا. هي دي الفرصة اللي كنت بتحلمي بيها من زمان. انا خلاص فقت من الاحلام، على اذنك يا استاذ. سميحة. انا مستعد اتحمل كل الاضرار اللي ممكن تحصل لي لو اتلغى البرنامج. اذا كان ده يرضيك. أنا هسيبك لضميرك وتأكدي مش هزعل من أي حاجة تعمليها حتى لو ضدي. قبل أن نقدم لكم استعراض صغير على الحب الذي طال انتظاركم له، سيلقي الأستاذ كمال عزمي مخرج البرنامج كلمة على حضراتكم. أيها السادة، كنت أظن أني هقدم لكم طفلة صغيرة موهوبة، وأكد لكم أني ما كنتش أعرف سنها الحقيقي، إنما اللي أقدر أكده لكم أنكم هتسمعوا صوت جميل وموهبة رائعة. شكرا. بص يا صلاح، شعلية ضحك عليها تاني. طب وبعدين هتعمل إيه؟ هتروح. هنزل فيه ضرب وهنتصل عليه وهاخد منه سميحة واتجوزها رغم انفين انفه. كاميرا اتنين خش توتالا. لا يا بنات، لا يا بنات، انتم لسه صغيرين. وانت دخلك ايه من فضلك؟ وكمان انت تطلع مين؟ عم حزنبل فاعل خير، دايما احب اساعد الغير. طيب قل لي يا عم حزنبل، انا رح اقول لك سر خطير، بس السر ده بيني وبينك. قول يا بنت السر كبير. عايز افتح عيني واغمض القى سني بقى 20. علشان ايه؟ علشان اعجب شاب يكون 35. لا مش ممكن. علشان خاطري بس ولو ليومين اتنين. لا يوم واحد بس بشرط تمشي معايا على طول الخط. حبة خال رزق الغدا حلال يجي بطولة البال، مش عايزة شيال ولا محتاج خيال يجري وراك بحصان. بختك يا ابو خيل يا بحر الهوى يا حبيبي، انا يا بحر الهوى يا حبيبي، انا كنت عايزة
حاسب عليا من الهوى يا بحر الهوى يا حبيبي انا يا صياد بحر الهوى شوفوش مرجانا وتكون غريبة زينا بياوي شيانا ويكون بعيد اللي غدر في الحب ورمانا ابدا والله وبالله نحلف عن نعمل بإيدينا في تاريخ ما شفنا مرجانا ولا نشر ما يبقى يا عمي يا صياد قولي الحكاية ايه مين العرايس دول مالهم حزانة ليه بحر الهوى غدار والخطوة فيه فدان نزلوه في ساعة شوق قبل الأوان بأوان بحر الهوى غدار والخطوة فيه فدان نزلوه في ساعة شوق قبل الأوان بحر غدار جهنم حمرة كل الألوان دي دهب قشرة اسكت انت اسكت انت شفهمك انت يا دي الدهية يا دي الندبة هتعقلي امتى اقطع فرق العب طيب واللي هيكسب اللي هيكسب يرمي ورق والعصفورة اللي تبقى عروس كله اللي ده لا هو ده كله اللي ده انا عايزه من ده يا حزنبل انا عايزه من ده اهو ده اللي هيقدر يساعدني من كلمه واحده طب خدي شرفتك لا ما اقدرش طيب نقطة لا ما اقدرش
دي بتاعتي انا، خدي مني انا، فيش غيري هنا. قطة عفيفة شربت نقطة بعد ما شربت جالها زغوطة. قطة عفيفة شربت نقطة بعد ما شربت جالها زغوطة. كده انا عارف، بس ايه اللي جابك هنا؟ ما قلتلك تعالي معايا. كنت هتوديني فين؟ البحر بتاعنا. بس البحر بتاعكم ده بعيد قوي. ما احنا كنا هنوصل مسافة ما احكيلك حدوتة. حدوتة؟ حدوتة ايه؟ حدوتة العصفور والبلبل. اليوم خلص. اخسى عليك والنبي يا حزنبل. اليوم خلص. سيبه يقول لي حكاية البلبل. اليوم خلص. انا حبيته والنبي يا حزنبل، سيبه يقول لي حكاية البلبل. الحلوة لسه صغيرة. صغيرة. عالحب لسه صغيرة. صغيرة. رائع مدهش. شكر شكر يا جماعه. هاي يا استاذ. شكر. معاك القطر قرب طول ربع ساعه، روح استعجليها استعجلي سميحه. صبرك بالله يا صلاح، قدرتي تستناها سنتين؟ خليهم سنتين وخمس دقايق. القطر هيفوتنا يا سميحه. يلا بينا. استنى لما اغير هدوم. مفيش وقت. اشوف وشك بخير يا دادي. مبروك يا سميحه يا بنتي، ربنا يخلي ستك. يلا يا سميحه. مشيت يا سيدي كمان سمير. راح فين؟ راحت على السكه لحد ما هتسافر ويا سيدي صلاح عشان يتجوزها. تعرفي ايه اول حاجه بفكر اشتريها في الجهاز بتاعنا؟ بوتاجاز بثمن عيون. الواحد يقدر يطبخ 8 اصناف طبيخ مره واحده. ايه رايك بقى؟ عشان كده أمريكا دايما مهتمة بالمطبخ وأدوات المطبخ. تعرف إنهم اخترعوا فرن كهربائي يشتغل بالأشعة تحت الحمراء؟ عارفة حمراء ليه؟ عشان يحمر اللحمة والفراخ. تصوري إن الفرخة تنزل مستوية بعد 10 ثواني. آه، لازم الواحد ياكل ويتغذى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم. انت سميحة عبد السلام؟ ايوه. في ايه حرف في الظبط؟ وانت اسمك صلاح؟ صلاح عبد الصمد. في ايه؟ انت متهم بخطف بنت قاسم. في
هي فين دي؟ دي 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 كلها قصر؟ دي شابة عروسة وكلها كم ساعة وحنبقى جوز بعض. يعني كنت هترتكب جريمة تانية؟ اتجوز قصر ازاي؟ يا فندم دي ما حصلتش السن القانوني. ما تصدقش الكلام ده يا حضرة الظابط. كده؟ طب اقلعي، اقلعي البنطلون. اتفضل. في بنت كبيرة تلبس هدوم بالشكل ده؟ يا فندم ده هدوم أونطة، هدوم تمثيل. عمرك كام سنة يا شاطر؟ 11 سنة. 11 سنة؟ هتاكلي من عمرك 10 سنين حتة واحدة؟ انطقي بالحقيقة، أنا أحذفك من تحت القطر ده. حشاني يا بنت، كمان حشاني. أنت ورايا ورايا. أنا لازم أبوظ خلقتك زي ما بوظت جوازتي. ودوه على المكتب. حاضر يا فندم. ليه؟ أنا عملت إيه؟ خطفت بنت قاصر. يا ناس حرام عليكم، ده لسه دافع حربون البوتاجاز. يا خبر، ده القطر هيمشي. طب وماله؟ هيروح اسكندريه. انا كمان رايح اسكندريه. هتروح اسكندريه تعمل ايه؟ هطلبك من اهلي. هتطلب سميحه ولا كريمه؟ سميحه طبعا، كريمه كومبلي. بس سميحه صغيره على الحب.